رجل يخلط حليبه بقهوة زميلته في العمل. يعمل جون ذو 34 عاما بمحل لبيع قطع الكمبيوتر، وحسب ملف الدعوى المسجلة بحقه فقد أمسكت زميلته في العمل به واقفا عند مكتبها، فهرب لكنها وجدت سائلا غريبا على المكتب وسلمت للشرطة دبوس شعر وفنجان قهوة لزجين. اعترف جون للشرطة بأنه معجب بزميلته، وأيضا بأنه استمن بقهوتها يوم عيد مولده وفي مناسبتين أخرتين. لكن السيدة قالت للشرطة بأنها أحست بطعمة غريبة في قهوتها أكثر من 3 مرات، وببساطة ظنت أن السبب هو الحليب. فما رأيكم يا أصحاب القهوة؟